السلام عليكم، نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. الفيديو ديالنا ديال اليوم فيه الجديد بمدينة ستاتس. اشنا هو هذا الجديد؟ الجديد هو افتتاح واحد الفضاء في طريق كازا. الناس ديال ستاتس راه بالضبط جا حضر محطة افريقيا القديمة في طريق الدار البيضاء. وبالنسبة للناس اللي جايين من كازا راه غير كتفوت الرومبوان كتلقى على يدك اليسر، وهذا الفضاء او هذا الاسباس راه جا في المحطه ديال البنزين شال. ها هو كما كتشوفوا معايا راه واحد الفضاء واسع وزوين. ها هو فيه ريستورون وسميتو ماسالا. وهذا راه فيه كل شيء، فيه ريستورون، فيه حتى فندق اي اوتيل، والفضاء راه كل شيء فيه. في فين يلعبوا الدراري، في بيسين، في فين تاكل، فين تشرب قهوة، أي حاجة بغيتيها كاينة في هذا الفضاء الواسع. هو تبارك الله. وهذا واحد سوبيريس، أي متجر صغير، لا بغيتي شي حاجة ادخل لهذا المتجر وراه تشريها منه. وكاين فين دير الفيدونج، فين تغسل طوموبيلتك، فين تشري المواد اللازمة للسيارة ديالك. وهنايا البلاصة ديال الطواجن ما شاء الله اللي بغيتي، معزي، غنمي، بقري، دجاج، كل شيء موجود. هذا جزار، لا بغيتي تاني تشري كفتة ولا كوتلات ولا اللي بغيتي ولا اللي تشهيتي تشريها منه. هيا هذا الفضاء الخارجي اللي كيطل على واحد الطبيعة اللي هي زوينة ولا جدال في طبيعة ستات. راه معروفة الشاوية تبارك الله، الجو النقي والطبيعة الخضراء فين ما درتي. وهنايا راه بلاصه زوينه. هنا الداخل ديال هاد ليسباس اللي عباره عن ريستورون، شوفوا تبارك الله كيفاش مديكوريا، الطوابل كيفاش دايرين، واتساع، شوفوا هادشي كيسر النظر. ان بغيتي تجلس في الكرسي غتجلس، بغيتي ثاني دايرين فوتويات. الناس اللي ما عزيزش عليهم يجلسوا في الكراسه كيبغيو يجلسوا غير في الفوتوي. شوفوا تبارك الله داك التستاف ديال والترتيب ديال الطوابل كيفاش داير، وكل طبله الا فيها المنيو باش تختار داكشي اللي بغيتي. هانتوما كتشوفوا معايا كلشي، كلها دايره بالشراجم باش حتى كتاكل وحتى كتمنظر بالطبيعه. وهانتوما كتشوفوا معايا لي فوتوي كيفاش دايرين، مريحين وبالوان مختلفه، لان اللون حتى هو عنده دور في الاستمتاع بهذيك المناظر ولا بالمكان اللي انت كتمشي ليه. كل فوتوي عنده لون في شكل، والفضاء داير كله بالشاشه ديال التلفازه. الا كان شي ماتش ديال الكره ولا كان مثلا شي حفله ولا كان، راه كل محل الا او كل بلاصه الا وفيها جوج تلفزيونات على الاقل. انتما كتشوفوا معايا حتى الاضاءه راه زوينه. ترتيب والديكور ما عندي ما نقول. انتما شوفوا معايا الشراجم تبارك الله كبار باش يمكن بنادم ياكل ويتمتع. وهنايا المشروبات، ها ريد بول، ها لي جو، القهوه. المهم من بعد غادي نوريكم المنيو باش تشوفوا كلشي اللي كاين. شوفوا السيروات اشكال وانواع، كاع لي سيغو انواعهم كاينين. وداك الترتيب دائما كنهضر على الترتيب، النظام اساس النجاح. هنا كلشي تبارك الله منظم، كلشي اللي بغيتي كاين. من حال احنا دابا خرجنا الواجهة الخلفية باش نشوفو تهي اشنو فيها. انتوما كتشوفو معايا كاين هنايا المراحيض، هما غادي يبانو ليكم اللي بغى يغسل ولا اللي بغى يتوضا باش يصلي. وراهم نقيين تبارك الله، والمساحة ديالهم واسعة. والتحت راه كاين المسابح اي بيسين، كاين ديال الكبار وديال الصغار.
وراه تبارك الله كبار، وقالنا غادي يكون الافتتاح ديالهم الشهر الجاي اي شهر 8، وحنا اللي ما بقى لينا والو باذن الله ويجي شهر 8. وانتم كتشوفوا معايا الفضاء كيفاش داير، واسع وتا هو داير بالطبيعه، وهذيك بلاصه فين يلعبوا الدراري الصغار اي بلاصه ديال لي جو، راه كاين بيسين وكاين تا فين يلعبوا الدراري. وقولوا تاني ما كاين ما يدار في مدينه سطات، شوفوا تبارك الله. وهنايا كاين تاني واحد الخرجه اللي بغى يجلس فيها ياكل ولا يشرب شي قهيوه ولا يشرب اتاي ولا يشرب اللي بغى. شوفوا الاسباس ثاني تبارك الله وما شاء الله، شوفوا شحال الدنيا كبيره واسعه. انتم كتشوفوا معايا وتجلس ثاني وتقابل مع الطبيعه. اجي وشوفوا بعينيكم. وثاني فين ما مشيتي كاين الشاشه ديال التلفازه، مثلا الا كانت كما قلت لكم شي ماتش ديال الكره ولا شي اللي بغى يتفرج، واللي ما بغاش راه كيجلس غير يتصنت العظام ويشرب ليه شي حاجه ويتقابل مع الطبيعه وفي نفس الوقت يشم الهواء النقي. انتما كتشوفوا معايا هذا الفضاء كيداير. وهذا المنيو اللي بغيتي كاين فيه، راني ما صور لان بزاف داكشي حيت بزاف كاين، كاين غرياد، كاين طواجن، كاين لي بات، كاين المهم بزاف. وداكشي علاش ما صورش لكم الاثمنه بالتدقيق، تجيو ان شاء الله اللي بغى شي حاجه راه كياخذها. انتما كتشوفوا معايا كاين الديسير، كاين المنيو ديال الاطفال، كاينين لي تاكوس، بانيني، لي بيتزا، الاشكالات. وما كتشوفوا معايا وراه ما يمكنش ليا الا بقيت نصور لكم راه غادي نطولوا هذا الفيديو. المهم راه تجيو اللي بغى شي حاجه راه كيعرف الثمن ديالها، راه كلشي مكتوب. ونهار الجمعه راه كيديروا الكسكسو، الكسكسو بالدجاج والكسكسو باللحم ولي كريب، المهم داكشي اللي كيبغيو الدراري حتى هو لي سالاد، المهم كلشي كوتليت شوا. المهم راه تجيو تشوفوا براسكم لي زونطري، سوا السخونين سوا الباردين، الحريره، الخير موجود تبارك الله. وكاين ايضا الفطورات، الفطورات كاين البلدي، كاين الرومي، كاين اللي بغيتي، العصير، القهوه، اتاي، اللي بغيتي، هذوك شي حوايج كاينين غا ديال خصيصا غا ديال الشكلاط، كاين موجيتو، كاين المهم هاد ها هو كلشي كيبان لكم قدامكم، ما نبقاش نسرد عليكم، غتجيو تشوفوا كلشي وتاخذوا اللي بغيتو. كما قلت لكم راه المنيو كبير وخاصو هو بوحدو خاصو فيديو. نتوما كتشوفوا معايا والاثمنة راكم غتجيو تشوفوا كلها غادي ياخد على قد جيبو. وهنايا ختامه مسك، خدينا تحنا قهيوه وتقابلنا مع لا فيغديغ مع ديك الطبيعه الزوينه. وهذا مكان في امان الله، وفيما بانت لي ان شاء الله شي حاجه زوينه وشي حاجه جديده راه غنشاركها معكم. وما تنساوش التعليقات المحفزه واللايكات، وفي امان الله، والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.